ليه؟ انا مش عارف ليه عانيت خرجت من المستشفى، وكنت تقعدي يومين وخلاص كله يبقى تمام ان شاء الله. وهو علاج السرطان بياخد يومين بس يا سكر؟ ده هو مين اللي قالك؟ انا عرفت في السجن. طب ما قلتليش ليه؟ طب وهقلقك معايا ليه؟ انا يعني عارفه انه مش هيحصل حاجه، وبعدين انت كفايه ان انت فيه يا سكر. طب بص، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا نسافر بره نشوف احسن مستشفى بتتعالجي فيها، ويا ست اعتبريها هانيمون. تضحكي ليه؟ والله العظيم بتكلم جد. ماشي طيب حاضر لو كان على الهانيمون تمام انا موافقه، بس سفر انا مش عايز اسافر. ليه طيب؟ اللي ليه مش عايزه اسافر. ماشي، احنا نشوف لنا احسن مستشفى هنا تتعالجي فيها. مش عايزه اروح مستشفيات عشان تتعالجي. مش عايزه اتعالج، مش عايزه اروح المستشفى، مش عايزه اخد الزفت الكيماوي ده، مش عايزه الناس تتحسر عليا وتقول شعرها واقع، مش عايزه اشوف نظره العطف والناس بتقول مشيئه الهيبه وقت. انا عايزه اموت وانا واقفه على رجلي. ايه انت هتتعالجي وتبكي احسن، هتفضلي سندي وضهري، انا مش هعرف اعيش من غيرك. خايفه؟ خايفه يا سكر. هفضل جنبك، هفضل بخبار. بس بليز مش هسيب، انا بحبك. خليكي جارها يا غاليه، هي بتحبك وبتسمع كلامك. أنا بس عايز منك تساعديني تخليها ترضى تروح المستشفى وتبدأ العلاج. حاضر من عيني، أنا هتكلم معاها وإن شاء الله هقدر أقنعها، ما تقلقش. طيب أنا هوصل الشركة الجديدة، أنا هسيب عبد الله هنا معاكم، كل شوية هتصل أطمن عليها. تروح وترجع بألف سلامة، الست مشيئة في عيني وأنا مخليها بالي منها. السلام عليكم. عليكم السلام. أعملك حاجة تشربيها. شكرا. طب أجيبلك مية. تسلميلي يا غالية. طب بصي بقى، أنا بعمل شوربة كوارع عندما هتاكلي صوابعك وراها، هعملها لك بسرعة. مش عايزة. هتعجبك. متأكدة يا حبيبتي.